مرحبا شباب، اليوم بنتكلم عن الاف ستيتمنت واللوب. خلينا ناخذ فكرة عنهم اثنيناتهم. في البداية بنبتدي نفهم اللوب، ليش نحتاجه، شنو انواعه وكل هاي. خلينا نقول ان انا ابي ادخل او اخلي اليوزر يدخل قيم حقي، تمام؟ فبطبيعة الحال شنو بقول له؟ بقول له import java dot util dot scanner، صح؟ إذن عقب بسوي object حق السكانر، بقول له scanner kbd equal new scanner system dot n. زين، بعدين مثلا اقول له system dot out enter number 10. اوكي، فشنو بعدين بخلي له variable مثلا نقول له integer، نخلي هني number يساوي kbd dot next integer، لان integer خلينا فبيكون نوعية integer، واشغل البرنامج. تمام، فاخلي هني 10 5 اللي هو زين. ولكن السؤال، شلون بعرف انه هو دخل لي اصلا 10 او 15 او 16؟ فعلشان هالشيء، عشان اتاكد من اللي هو دخل لي القيمه او شنو القيمه اللي دخل لي اياها، لان يوم انا اسوي برنامج حق اليوزر فانا ما ادري شنو ممكن يدخل لي من قيم. زين، علشان كذي استخدم فانكشن اسمه اف. زين، الاف هاي بيكون طريقتها. داخل الاف بخلي له شرط، هالشرط يسمونه اكسبريشن. تمام، الشرط مالي شنو؟ انا باخذ من اليوزر رقم، زين، بيتسيف في وين؟ في داخل النمبر. زين، فاقول له نمبر اوكي ايكوال ايكوال 10. اذا ايكوال ايكوال 10 شنو؟ اقول السيستم دوت اوت رايت. تمام، فخليت هني شرط، قلت له شيك لي هل النمبر تساوي 10. زين، وعلامه المقارنه يساوي يساوي، ما اخلي يساوي واحده يعطيني ايرور، وغير ذي يسوي لي مشكله. اوكي، فاخلي يساوي يساوي. زين، فيقارن لي الاولي بالتالي. فالحين اذا شغلت البرنامج، وقلت له 10 اعطاني رايت، خلينا نقول انه خليت 9 ما اعطاني شيء، خلينا نقول انه في حاله ما كان 10 ابي بعد يطلع لي مسج. شلون بسوي كذي؟ بسويه باستخدام الفانكشن المتابع حق الاف. يعني شنو؟ في فانكشن ثاني في حال الاف ما اشتغل اقدر استخدمه كبديل. زين، فاقول له سيستم زين، هني خلينا نقول wrong. اوكي، فالحين نشيك مره ثانيه. اذا مثلا دخلت 9 بيعطيني شنو؟ wrong. ولكن اذا دخلت 10 اعطاني right. تمام، فهني خليت شرط اقدر اتعامل ويا اللي بدخل لي اياه اليوزر. زين، فشلون قاعد يصير كذي؟ خلينا نفهم الفكره ما فيها انه شنو هالفانكشن. هاي فانكشن زين اف، هني نحط له شرط. زين، هو يشيك الشرط، هالشرط بيعطي الاف نفسه ترو يا فولت. تمام، فاذا كان ترو يعني صح، الشرط مطابق، فزين، فبيشتغل لي اللي تحته مباشرة هالسطر. ولكن
في حال انه ماش اسمه ما شغل الشرط شنو بيصير؟ بيصير جامب بهد هالشرط وبيروح حق الالس وبينفذ الشيء اللي مكتوب في الالس. تمام، مثل ما نلاحظ احنا هني سطر واحد فشنو ما استخدمنا اقواس. في حال ان نبي نزيد اسطر في الاف مفترض نحط اقواس. خلينا نشوف شلون. مثلا نبي نطبع الرقم اللي هو دخله، اوكي خلينا نقول system.outline. زين مثلا خلينا نقول number is ونخلي الرقم. تمام، شوفوا هنا اعطاني ايرور. ليش؟ لان وشنو مكتوبات else without if، كان شنو انفصل. زين انفصلت الاف عن الالس فهاي مو بصالحنا. فشنو فنحط له بريسي حق الاف. زين فالحين اوكي رجع عرفنا هالبريسي. اذا نخليه يصير كنا شنو سكوب، كنا قالب بلوك صاير حق الاف. يعني كل اللي موجود داخل هالقوس خاص حق من؟ حق الاف. تمام، سواء سطرين ثلاثة أربعة مو مهم، المهم اللي بين القوس بيكون حق الاف. تمام، وعشان ما ننسى بنحط كومنت هني بنقول له اف. اوكي خلينا نقول الحين نشغل البرنامج. زين فشنو بنخلي 10 بيطلع لنا شنو الرايت وطبع لنا العشرة. خلينا نشغل البرنامج مرة ثانية. خلينا نقول حطينا 8 طلع لي رونج. خلينا نقول انا ابغي يطلع لي الرقم في الالس بعد، شلون بسوي؟ بكتب system.out وبخلي الرقم. مثلا بكتب you enter number زين. فخلينا system.out، لاحظوا ما حطينا اقواس بريسي. خلينا نشوف شلون بيصير. في الرونج اذا خلينا 9 عادي طبع لي 9. خلينا نشغل الحين ونكتب 10، شوف ايش صار. انطبع مره ثانيه. ليش؟ لان فكره من شنو؟ فكروا ان برع الالس لانه ما في بريسي. اوكي فكر ان شنو الالس انتهى هني، هاي صار برا. حتى تشوفوا ترتيب ماله صار نوع اللي برا. زين فنحط بريسي حقهم اثنيناتهم. زين فشنو صاروا هالاثنين تبع وين الالس. خلى عشان نفهم الفكره بعد ازيد نخلي system.out ثانيه اللي هو شنو the end. زين عشان نعرف انه صرنا برا على اللوب وبرا على الالس. اوكي هذا انت بتكون برا. شلون عرفت؟ لان هي مو في البريسي. فشغلنا. خلينا نقول الحين 10. زين اعطوني ذا انت اوكي اللي برا. نشغل مره ثانيه نحط مثلا 7. زين اعطاني 7 وذا اند. مثل ما شفنا الشيء اللي برا على البريسي ينطبع عادي لانه هو برا على الاف وبرا على الالس. تمام، هاي الفكره الاساسيه. بدش الحين نتعمق في شنو في الكونديشن زين. اوكي خلى الحين نشوف الاكسبريشن ونتعرف عليه. خلينا نشوف كم اكسبريشن عندي ونجربهم كلهم. إذا نروح حق الكتاب صفحة 145 معطيني جدول حق المقارنة. تمام، بين الماث شلون الفكرة يعني شلون يكتبونها وفي الجافا. أول واحد اللي هو equal يساوي مكتوب equal to استخدمناها already equal equal. تمام، وأعطانا أمثلة. ثاني واحد not equal. تمام، not equal شلون؟
بنحط علامة تعجب ويساوي. خلينا نشوف نجربها شلون. إذا مثلا خليته هني ما يساوي 10 كامل انعكس. زين خلينا نشوف شلون نقدر نشغل البرنامج. خلينا نقول كتبنا 10 نشوف شنو بيصير. سيدا عطاني wrong ليش؟ لان الكونديشن مالي زين شنو صار بالعكس number not equal 10. تمام الحين اذا كتبت 9 شنو عطاني؟ عطاني right لان شنو الرقم اللي دخلناه 9 ما تساوي 10. تمام هاي الايكوال نقدر هاي النوت نقدر نكتبها بطريقة ثانية. شلون نخلي يساوي هني ونخلي علامة تعجب وندخل الكونديشن كامل في قوس فهاي يشتغل بالضبط نفس نوت إيكوال. تمام نقدر نسوي بهالطريقة أو الطريقة الثانية. خلينا نشوف خلينا نشيك الكومبايلر ونشوفه. 10 أعطاني رونج شغل مرة ثانية. 9 عطاني رايت. تمام زين هاي نسبة حق شنو حق نوت ايكوال. عندنا طريقتين مثل ما شفنا. واحدة ان نخلي علامة التعجب برا ونخلي الكونديشن في القوس او نخلي واحدة منهم علامة التعجب ودائما شنو تكون على الطرف اليسار لان ليش هل يساوي ترجع حق العشرة ما يصير أقلب. يعني مثلا لو قلبت كذي أعطاني إيرور ما يصير. تمام فلازم اللي يساوي دائما صوب اليمين لأن هي ليش الراجع حق الرقم. يعني مثلا أنا أبغي لا يساوي شنو عشرة يساوي شوف لا يساوي دائما هي اللي تكون أقرب حق الرقم أو الشيء. أوكي خلينا نشوف الكونديشن الثاني شنو عندنا. greater than يعني اكبر. خلينا نشوف نمسح هاي الشرط ونخليه اكبر. زين شلون بعرف اكبر؟ شوفوا خلينا نعتبر الحلج المفتوح صار صوب شنو النمبر. يعني من الاكبر النمبر اكبر. تمام بهالطريقه اقدر احدد. اشغل البرنامج خلنا نكتب مثلا 12 أعطاني رايت لأن 12 أكبر من 10. زين خلنا نكتب 8 أعطاني رونج لأنه أقل. خلنا نجرب نكتب 10 أعطاني رونج لأن 10 مو أكبر من 10. تمام زين بنرجع عقب الأكبر عندنا أكبر أو يساوي مثل ما شفنا مساعة يوم حطينا 10 قال لي wrong لأن ليش 10 مو أكبر من 10. تمام فشنو بنخلي يساوي هني وبنشغل الكود. الحين شنو بنحط 10 أعطاني right لأن ليش 10 تساوي 10 وبالإضافة إذا مثلا كتبت 12 بعد رايت لأنه أكبر من 10 وأي رقم أقل 4 مثلا أعطاني رونج. أوكي هاي نسبة حق الأكبر والأكبر أو يساوي. تمام ودائما اللي يساوي تكون صوب اليمين. إذن بعدين عندنا less than الأصغر. خلي علامة الأصغر وأجرب. نكتب 7 أعطاني الرايت لأن 7 أصغر من 10. زين وإذا كتبنا مثلا 10 أعطاني الرونج كتبنا 12 أعطاني بعد الرونج لأن هالأرقام كلها ما تعتبر أصغر من 10. زين وعندنا شنو بعد أصغر أو يساوي بنخلي يساوي هني ونشغل البرنامج. 10
تساوي رايت لانها تساوي او اصغر. تمام، هاي الكونديشنات اللي عندي مع الاستخدام بنحفظهم سهلين، احس اكبر واصغر. وهاي ساعات شنو انه ابي احدد الرقم، ابغي يكون اكبر من 10 لكن ما يكون اكبر من 30. زين، هاي يسمونه شنو رينج، انه شنو يعني عنده مدى معين، نطاق معين ما يروح ازيد منه. زين، شلون نقدر نسوي كذي؟ عندنا ثلاث اشياء، عندنا اند اند، وعندنا اور اور، وعندنا النوت اللي خذيناه اوريدي، فخلاص عندنا هالاثنين.